اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. عايز اقول لحضراتكم نتيجه مباراه الهلال او النجم الساحلي والهلال السوداني. الهلال السوداني في الدقيقه 60 بيحرز هدف المباراه الاول عن طريق اطهر الطاهر لاعب نادي الهلال، هدف رائع جدا الحقيقه. وبكده لسه حوالي 30 دقيقه حتى نهايه هذه المباراه، ولكن المجموعه بتشتعل الحقيقه. وحتى هذه اللحظه مش عارفين المباراه هتنتهي ازاي، هل النجم الساحلي هيقدر يجيب جون ولا لا، الهلال هيضيف جون تاني. طبعا في اول مباراه رسميه للكابتن حماده صدقي المدير الفني لنادي الهلال الحالي. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، اهم الارقام والاحصاءات ونقاط الضعف والقوه الخاصه بفريق بلاتينيوم ستارز. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ اخبار البرد ايه؟ كله كويس؟ موتني اه. تعبان؟ لا الحمد لله. طب خلاص ننهي بقى. طيب خلينا بس قبل ما نبدا مع دكتور احمد، خلينا نروح نشوف فريق النادي الاهلي وهو في طريقه الى ملعب المباراه. زي ما حضراتكم شايفين الاوتوبيس بيتوجه الى ملعب المباراه الخاص بالنادي الاهلي استاد السلام. لاعبين تحركوا وفي طريقهم الان الى استاد السلام. بنحب نحط حضراتكم دايما معانا فيما يحدث في او مع فريق النادي الاهلي علشان تبقوا معانا لحظه بلحظه. الحاجات دي دايما هتلاقوها في قناه النادي الاهلي، مش هتلاقوها في اي قناه اخرى. اللي بيحصل في الاتوبيس يمكن كان في البرنامج اللي قبلنا كان فيه هذا الكلام، والنهارده اهو او دلوقتي بنقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل طوال النهار مع لاعبي النادي الاهلي. الدنيا فاضيه النهارده السبت فهتلاقي الجو كويس. طيب دكتور احمد، يعني مباراه مهمه، مباراه صعبه، اي لاعب او اي انا اسف واحد بيشجع النادي الاهلي النهارده هيقول لك ايه؟ يقول لك ده الفرقه دي اتغلبت 3-0 من النجم الساحلي في ملعبها، وبالتالي سهل قوي ان النادي الاهلي يكسبها النهارده. لا طبعا المباراه يعني البطوله النهارده او دوري ابطال افريقيا كله مفيش فرقه هتوصل للعلامه الكامله بعد النهارده تعادل او حتى لو تعادلوا النجم اول النجم خسران دلوقتي الله اعلم ممكن يكسب يعني حتى لو كسب ان شاء الله هنكسبه في اخر مباراه. فصعب ان فرقه تحقق، كل الفرقه دلوقتي مش يعني ما عندهاش فرصه ان هي تحقق العلامه الكامله عدا النجم الساحلي. بعد النهارده يعني تاخرهم في النتيجه او حتى لو تعادلوا او حتى لو كسبوا ان شاء الله النادي الاهلي هيكسبهم في المباراه الاخيره، فهتبقى يعني البطوله ما فيش فرقه محققه العلامه الكامله. ده دليل على ايه؟ دليل على تقارب المستويات. بصراحه انا شايف ان فرقه النادي الاهلي بصراحة يعني إن شاء الله هي اللي هتكون الأقوى، خاصة كمان بالتدعيمات اللي هتحصل في شهر يناير أو اللي حصلت في شهر يناير، إن شاء الله الفرقة هتكون هي المرشح الأول. حتى الآن هي صفقة وحيدة أعلن عنها النادي الأهلي، صفقة محمود كهربا، وفي الطريق إن شاء الله على حسب بقى الرؤية الفنية من سيكون، هل ستكون هناك صفقة أخرى أو لا، ده اللي هنشوفه خلال الأيام القادمة بإذن الله. وفي ظل الدعم الجماهيري ودعم جمهور النادي الأهلي، وإن شاء الله مع تزايد الأعداد الجماهيرية في الأدوار اللي جاية، أعتقد النادي الأهلي إن شاء الله هيكون هو بإذن الله المرشح الأول للبطولة. يمكن 3-0 اتغلبهم بلاتينيوم في المباراة السابقة، لو انت قاعد بتتفرج هتقول يا عم دي مباراه سهله. بالنسبه لبلاتينيوم هي فرقه يعني نوعا ما في ملعبه فرقه متوسطه، ما تقدرش تقول فرقه، والفرقه المتوسطه دي تخاف منها. ليه؟ يعني حتى احنا لما نيجي نتكلم فيها ممكن هم مميزاتهم حتى كمان، يعني انا بسميها فريق التسديدات، ممكن يشوط لك اي كره من اي حته، كره طايشه تلاقيها دخل الجول. صح. فدي دي مشكله فريق زي بلاتينيوم، هو فريق متوسط، ما تقدرش تقول عليه لا ضعيف قوي ولا فريق قوي، فريق عنده نقاط ضعف كتيره وعنده بعض نقاط القوه اللي هنتكلم عليها. يمكن فريق بلاتينيوم يعني هو من اسبوعين او من اسبوعين بالظبط اخذ الدوري الزيمبابوي للمره الثالثه في تاريخه. كسبوا كابس يونايتد في الجوله الاخيره 1-0، حصلوا على 62 نقطه من 34 مباراه، فازوا 17 مباراه، اتعادلوا 11، خسروا 6. مسجلين كام هدف بقى؟ مسجلين 34 هدف في 34 مباراه. ده يقول لك ان هم نوعا ما فريق متوسط، بيجيبوا هدف في المباراه الواحده، مش فريق اللي هو مثلا زي النادي الاهلي بيوصل لثلاثة ونص واربعة هدف في المباراة الواحدة معدله في الدوري المصري. ايوه. الاستقبال استقبل 15 هدف برضه، ده بيأكد ان هم عندهم مشاكل دفاعية. بنبص على ابرز انجازاتهم حتى، طبعا مفيش مقارنة ما بين تاريخ بلاتينيوم وتاريخ النادي الاهلي. طبعا تاريخ بلاتينيوم يمكن لو بصينا عليه في سنة 2012 وصلوا دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا. في 2018 وصلوا الدور التمهيدي.
2018 2019 دور المجموعات، يعني اخرهم دور المجموعات. 2019 2020 دور المجموعات، حتى في البطوله الكونفدراليه في 2015 وصلوا دور 32 خرجوا من دور. هم فريق ضعيف على مستوى متوسط، نقدر نقول متوسط، ولكن على مستوى التاريخ طبعا ضعيف. طيب خلينا نروح لمقارنه ما بين ارقام النادي الاهلي وارقام فريق بلاتينيوم من زيمبابوي. تمام. الارقام دي المجموعات على دور اللي هم اول جولتين قبل ما الجوله الثالثه تبدا. النادي الاهلي كان مسجل حتى الان هدفين في دور المجموعات. نادي بلاتينيوم مسجل هدف واحد بالنسبه لاستقبلت شباكه اهداف، يعني دخلت شباكه اهداف بلاتينيوم دخل فيهم خمس اهداف، النادي الاهلي دخل فيه هدفين. الشباك النظيفه النادي الاهلي لسه ما خرجش ولا شباك نظيفه حتى الان ولا بلاتينيوم. نيجي بقى نبص على معدل الاستحواذ على الكوره، هنلاقي النادي الاهلي كام؟ 67.5. ايه كلمه فيرست اللي تحت دي؟ يعني النادي الاهلي رقم واحد على مستوى الانديه في دوري ابطال افريقيا في معدل الاستحواذ على الكوره. طريقه لعبه؟ طبعا. على مستوى البطوله كلها. بلاتينيوم ترتيبه كام؟ السابع 52.5. ده ياكد لك برضو ان هم 8 فرق، يعني او 12 فرقه. اربع مجموعات 16 اربعه 16 فرقه. فانت السابع ده برضو ترتيبه كويس مش وحش، دليل ان هم فرقه نوعا ما بتستحوذ على الكوره. عدد التمريرات في المباراه الواحده، النادي الاهلي اكتر فريق بيعمل تمريرات في المباراه، عامل 537 تمريره. متوسط ولا ده متوسط مش كده؟ في الماتش الواحد 500 537 مع ريني فايلر على طول. تمام. بلاتينيوم بيعمل 355، ده برضو رقم كويس بالنسبه للفريق، احنا بنقول ان هو متوسط. عدد التمريرات الطوليه في المباراه الواحده، النادي الاهلي بيعمل 38، اكتر فرقه برضو في البطوله بتعمل تمريرات طوليه. وده دليل النادي الاهلي دايما لعبه الاستحواذ لعب اسلوب ريني فايلر. تمام. اما بلاتينيوم 26 تمريره طوليه، هم الثامن على البطوله حتى الان. نبص بعد كده على العرضيات، هنلاقي ان هم بيعملوا عرضيات اكتر مننا، هم بيعملوا 16 عرضيه في المركز التاسع، احنا 15.5 في المركز العاشر. نيجي لعدد المحاولات على المرمى في المباراه، هنبص لهم برضو بيعملوا محاولات كتير جدا، يعني الرقم ده اللي يبص على الرقم ده يقلق من الماتش، يعني اللي يقول ان بلاتينيوم بيعمل محاولات على المرمى اكتر من النادي الاهلي 10 محاولات، طب ده كتير قوي، ده بياكد ان دي فرقه قويه. ايوه يعني 10 محاولات. لكن احنا لما نشوف لما نشرح في اللي بعد كده ازاي هم بيعملوا المحاولات، هتعرف ان ده اسلوب عشوائي، هم بيعتمدوا على التسديدات من خارج منطقه الجزاء، اسلوب عشوائي، وبالتالي بيعملوا محاولات على المرمى بنسبه كبيره جدا. نيجي برضو على عدد المراوغات الناجحه في المباراه، النادي الاهلي بيعمل 7، بلاتينيوم بيعمل 5. نيجي للتاكلينج الصحيح في المباراه، بلاتينيوم بيعمل 16، النادي الاهلي 14.5. تشتيت الكوره، بلاتينيوم 17.5، النادي الاهلي 10. معدل ارتكاب الاخطاء 11.5 هم، 14.5 النادي الاهلي. فطبعا ديت يعني ارقام برضو بتاكد ان هم زي ما قلت لحضرتك، احنا لعبنا بعدد تمريراتنا اكتر فريق في البطوله، سواء التمريرات القصيره او الاستحواذ او التمرير الطولي. ده بياكد اسلوب لعب ريني فايلر اللي هو لعب الاستحواذ. اما بلاتينيوم بيعملوا 10 محاولات في المباراه الواحده، ده بياكد اللي احنا هنشرحه اللي هو هم بيشوطوا من اي مكان في الملعب، اللي هو التسديدات من خارج منطقه الجزاء. ايوه. طيب خلينا بقى نروح للتشكيل المتوقع لبلاتينيوم من زيمبابوي امام النادي الاهلي. يعني هم دايما طريقه لعبهم 3-5-2، طبعا عندهم مشاكل دفاعيه كتيره جدا، فالمدرب بيحاول يغطيها، بيلعب بيه ليبرو. الليبرو اللي هو لورانس مهالانجا، الحارس فرانسيس رقم 16، المساك اليمين اسمه جيفت بلو، ويليام رقم 14، ده الاثنين اللي هم المساكين، تشافا رقم 5، نيفر تيجيري ده نحط عليه دايره رقم 12، ده واحد من اهم اللعيبه رقم 12، عامل 8 اسيست في الدوري، صنع 8 اهداف، اللي هو نيفر تيجيري مهم قوي، ومسجل 3 اهداف رقم 12. رقم 12. نيجي لكليفن، كليفن رقم 6، الاثنين الاطراف رافائيل رقم 7 وتوانا رقم 29، الاثنين المهاجمين رودويل رقم 10 وجيفي رقم 11، وفي مهاجم برضو خطير اسمه بيرفكت شيكويندي رقم 4 مسجل 6 اهداف. اهم 3 لعيبه في الفرقه رقم 12 نيفر تيجيري ده اللي عامل 8 اسيست، رقم 10 ريدويل المهاجم، والاحتياطي اللي هو بيرفكت شيكويندي رقم 4 واللي ممكن يبدا بيه النهارده قدام النادي الاهلي. هم بيعتمدوا على ايه؟ 3-5-2 بتتحول في الحاله الدفاعيه عشان تبقى بالشكل ده اللي هو 5-3-2، بيلعبوا دفاع منطقه دايما في منطقتهم. هنلاقيهم كده طول المباراه 5-3-2 قدام النادي الاهلي. لو شفناها على سبوره هنلاقيها 5 اهي، 5 بنفس الشكل ده
وادي الثلاثة اللي في وسط الملعب وراسين الحربة. الاثنين دول لما نوعا ما حتى لما بينطلقوا للعمق بتلاقي ان كل اللعيبة دي كلها بتشوط. ما عندهمش اسلوب لعب معين تقدر ان انت تقول ان الفريق ده بيعتمد على الاستحواذ مثلا، لا ده هم كل لعبهم شوط من بره ال 18. اذا النهارده لازم محمد الشناوي يواصل التألق باذن الله اللي بيعيشه في الفترة الأخيرة ويخلي باله من التسديدات. مهمة جدا. أهم لعيب عندهم اللي هو رقم 12 نيفر تيجيري اللي عامل 8 اسيست، كذلك رقم 10 رودويل اللي هو رقم 10، ورقم 4 اللي في الاحتياطي اللي بيبقى غالبا في الاحتياطي اللي هو بيرفكت شيكويندي. طيب خلينا نروح بقى للتشكيل المتوقع، المتوقع مش الرسمي، المتوقع للنادي الاهلي حتى هذه اللحظه. ممكن انا اقوله لكم: محمد الشناوي، احمد فتحي، سعد الدين سمير، ايمن اشرف، علي معلول، خط الوسط عمرو السوليه ومحمد مجدي قفشه ووليد سليمان واحمد الشيخ وجونيور اجاييه، وخط الهجوم وليد ازارو. ده التشكيل المتوقع للنادي الاهلي مش الرسمي، التشكيل الرسمي لم يظهر حتى هذه اللحظه، ولكن بنتكلم على، بما اننا بنتكلم على التشكيل المتوقع لفريق بلاتينيوم ايضا هنتكلم عن التشكيل المتوقع للنادي الاهلي. من الممكن جدا ان يكون هناك دفع بوليد ازارو. يبقى طريقه اللعب كده تبقى 4-1-4-1، يعني قفشه السوليه وقفشه ووليد سليمان، ووليد سليمان واحمد الشيخ واحمد الشيخ واجايه وازارو قدام. بالظبط، يعني ده المتوقع او ده الاقرب يعني لطريقه اللعب او طريقه تفكير ريني فايلر خلال الفتره السابقه. هو في الاغلب ازارو في هذه المباريات ممكن يبقى اليو ديانج مريح شويه، لانه المباراه دي ما تحتاجش وسط ملعب بشكل كبير، وسط ملعب مدافع يعني بشكل كبير. انا ازارو واجايه اعتقد برضو ان هم هيبداوا راسينكا، يعني سواء بقى اجاي لاعب جناح شمال ده أزارو. تشكيل متوقع مش الرسمي يعني. ايوه، ومحمد مجدي قفشه طبعا واحد من افضل اللعيبه، 4-1-4-1. الطريقه دي هتديك ميزه ان يعني ان انت طبعا لازم اهم حاجه تخلي بالك النهارده من فريق بلاتينيوم من التسديدات. يعني لو بصينا ازاي هم بيقوموا، دي نقطه قوتهم الوحيده. ازاي كيف يقوم فريق بلاتينيوم بالمحاولات على المرمى؟ يعني انت لما تبص على الرقم هم بيعملوا 10 محاولات في الماتش الواحد تتخض، تقول ده فرقه تقيله. اهو بص حضرتك اللعيب مثلا ده الباك الشمال، اي باك شمال تاني ممكن يعمل 1 2 وياخد ده تركيزه في ايه؟ يشوط اللي هو عليه ده، يشوط بيشوط من اي حته في الملعب. لو بصينا على الصوره اللي هي فيها كيف يقوم فريق بلاتينيوم الزيمبابوي اللي هي على خط المرمى، هنبص هنلاقي احصائيه احنا عاملينها اللي هي عدد اللي هي اللي على الشمال، عدد المحاولات على المرمى، عدد المحاولات الصحيحه اللي هو اول حاجه عدد المحاولات على المرمى اللي هو باللون الاحمر 9 في اول ماتش قدام نادي الهلال 9. أيوة. تمام، الصحيح منهم 2 من 9 بس صح. تمام، كم واحده من التسعه بره المنطقه؟ 6. ده في اول ماتش. نيجي للماتش الثاني، 15 محاوله على المرمى اللي هو كان قدام النجم الساحلي. عملوا 15 محاوله منهم 2 صح بس، يعني 2 من 15 و2 من 9 لما تجمعهم يطلعوا كام؟ يطلعوا 4 من 24، 4 بس صح من 24. فده ياكد لك ان دي كور عشوائيه. لما نبص على الرقم اللي هو مكتوب بالرمادي اللي في الاخر تحت اللي هو 6 و13 و19، ده اهم رقم في الاحصائيه دي. ليه؟ ده بيبين لك عدد المحاولات اللي من بره المنطقه، يعني في اول ماتش عملوا 6، ثاني ماتش عملوا 13، لما تجمعهم تلاقي ان فريق بلاتينيوم عامل 19 محاوله من بره منطقه الجزاء من 24. 19 من بره منطقه الجزاء، يعني الفريق ده ما بيلعبش غير بالتسديدات بس. 19 من 24. لما نبص للصور هنلاقي اول صوره للاستاذ سمير عرضها اللي هي كانت الباك الشمال بيشوطها، الصوره اللي بعدها هنبص نلاقي برضو لعيب فريق بلاتينيوم بيشوط، دي الصوره اللي بعدها اهو اللي هو رقم 6، هنبص نلاقيه برضو بيشوط، لعيب بلاتينيوم جات له الكوره اهو، بص ده على حدود المنطقه. طب قول دي مثلا دي مرتده من ضربه ركنيه، نعرض اللي بعدها برضو سلاح التسديد من خارج منطقه الجزاء لفريق بلاتينيوم الزيمبابوي اهو. بص حضرتك ده برضو اهو، ده الظهير قطع للعمق وشاط وانقذها حارس النجم. ايوه، فانت الفريق كله خطورته في التسديدات اهو، برضو دي لعبه ثانيه. ايوه، كل خطورته في التسديدات اللي من بره المنطقه. ده ابرز نقطه قوه عند فريق بلاتينيوم. نبص على توقيت تسجيلهم الاهداف بقى، هم امتى بيسجلوا الاهداف؟ الفتره الذهبيه بتاعتهم هم مسجلين 9 اهداف حتى الان في البطوله في 6 ماتشات، منهم 4 في اخر ربع ساعه، يعني 4 من 9 في اخر ربع ساعه. يبقى معدل لياقه عالي، معدل لياقه بدنيه كويس، وبرده ممكن تقول تغييرات المدرب بتاعهم كويس. ايوه، ده بالنسبه لتوقيت تسجيلهم الاهداف. ده أيوه. بالنسبه لنقاط القوه عامه.
طيب خلينا بقى استقبلت شباكه كم هدف؟ نقاط الضعف بقى بتاعتهم، هم عندهم يعني نقطتين ضعف واضحين جدا، بس النقطة الأبرز الكرات العرضية. عندهم مشكلة واضحة في التمركز في الدفاع، في الكرات الدفاع عشوائي. يعني دخل فيهم 5 أهداف في دور المجموعات بس في أول ماتشين، منهم 4 كرات 4 من 5. يعني قدامنا على الشاشة 4 كرات عرضية بنسبة 80% وواحد تمرير طولي بين الظهير والمساك الأيمن. أيوه. فأنت بتتكلم لما نبص بقى على الأهداف، تعال نشوف الحالات الفنية بتاعت النجم الساحلي. اتفضل. أهو. بص على الصورة اللي بعدها، هدف للنجم الساحلي في شباك بلاتينيوم من كرة عرضية. هنبص نلاقي ماهر الحناشي اللي هو الجناح الأيمن بتاع النجم عامل عرضية. لا الصورة اللي بعدها. ماشي اللي بعدها. وواحد طالع اهو من ده هدف سيب ده ماشي، ده هدف الهلال السوداني فيهم. هدف الهلال السوداني كان من كره عرضيه اهو، اللي فوق الباك بيرفع العرضيه واللي تحت المهاجم بيحطها بدماغه. تمام. الصوره اللي بعدها، هدف اللي بعده اهو، هدف ثاني برضو الباك الشمال بيرفع بتاع الهلال والمهاجم بيحط بدماغه. فاذا عندهم مشكله. اذا البدايه النهارده بازارو واجايه مثلا، يعني كافي التشكيل المتوقع، لازم ان اجايه يتحول كمهاجم تاني، ولازم الاطراف تشتغل بصوره كويسه جدا. سواء احمد فتحي او محمد هاني، والناحيه الثانيه علي معلول، مهم جدا ان انت تشتغل على الكرات العرضيه. النهارده ان شاء الله تبقى سر الفوز بتاع النادي الاهلي الكرات العرضيه زي ما احنا شايفين. الصوره اللي بعدها، الصوره اللي بعدها ادي برده، هو ده هدف النجم ماهر الحناشي عمل العرضيه. بص حضرتك على الصوره اللي تحت، وبص تمركز قلبين الدفاع. مدافع وقع ما لحقهاش وعدت من وسطهم. فدي يعني حاله فنيه بتاكد ضعف الفريق ده، في عندهم مشاكل واضحه في الكرات العرضيه. التمركز الدفاع في الكرات العرضيه، دور النهارده علي معلول ومحمد هاني او احمد فتحي مهم جدا في لعب الكرات العرضيه من الاطراف. مهم جدا النهارده ان الجناحين يخشوا للعمق، وان انت تشغل الاطراف، لازم الاطراف تشتغل بشكل مميز. تمام. يعني لازم احمد فتحي ياخد حريه هجوميه وعلي معلول ياخد حريه هجوميه. طيب قبل بس ما نكمل كلامنا، خلينا نروح لزميلنا شريف شعبان من ارض الملعب، يقول لنا اخر اخبار النادي الاهلي، واذا كان التشكيل الرسمي ظهر ولا لسه، يقول لنا كل ما يحدث. تفضل يا شريف. تعالي لك يا كابتن اسلام والدكتور احمد ثابت ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وباذن الله عام سعيد لحضرتك ولضيفك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وباذن الله يكون عام كله انتصارات، عام كله بطولات. هو احنا طبعا وصلنا ارض الاستاد، ولكن الى الان لسه التشكيل لم يخرج بعد، لان الاهلي لسه واصل حالا الى ارض الاستاد او الى غرف خلع الملابس. خليني اقول لك ان طبعا الصبح احنا شريف اكرامي كان عنده يمكن اجهاد في عضله السمانه، فطبعا خرج من السكور. لسه 2 لسه هيخرجوا، فلسه هنعرفهم بعد قليل. كابتن اسلام، يمكن كواليسنا النهارده بدات من الساعه 8:30 صباحا طبعا بوجبه فطار النادي الاهلي. يمكن المحاضره كانت الساعه 6:10، يمكن فايلر اعلن فيها التشكيل طبعا للاعبين فقط لا غير، ولسه هيتم اعلانها للاعلاميين. التحرك كان 7:05، وصلنا للاستاد بعد حوالي 25 دقيقه. يمكن النهارده فايلر عمل جلستين بعد الغداء مع جيلاردو، يمكن جلسه استمرت حوالي ثلث ساعه و22 23 دقيقة، كمان جلسة كانت طويلة جدا. أيضا عمل جلسة بعد جلسة جيلاردو، عقد جلسة مع علي معلول. ولكن يعني أنا مش عاوز برضو أخمن وأقول مين ممكن يكون موجود، ممكن يكون خارج من التشكيل، ولكن يبدو أن جيلاردو ليس له حظوظ، ده توقع شخصي، الله أعلم. هيكون طبعا الرسمي بعد قليل. زي ما احنا عارفين كابتن إسلام، الاجتماع الفني أصفر عن الأهلي النهاردة بإذن الله، يرتدي الزي الأحمر فالأبيض فالأحمر، الزي المعتاد عادي، والحارس مرمى طبعا محمد الشناوي اللي هيحرص عليه مرمى النادي الأهلي وهيكون البديل بتاعه النهاردة علي لطفي، هيرتدي الزي البنفسجي، وفريق بلاتينيوم هيرتدي النهارده اخضر فاخضر فاخضر، والحارس هيرتدي الزي الاسود. يمكن دي كانت ابرز كواليسنا الى الان كابتن اسلام فور صدور التشكيل الرسمي. هكون معاك في تغطيه خاصه وحصريه لشاشه قناه النادي الاهلي. الجو ساعه يعني شريف دلوقتي، يعني الجو هنا في شويه سقعيه، يعني احنا هنا في التكييف، لكن عندك انت بقى عايزين نعرف الاخبار ايه. لا الجو كويس جدا، يعني انا الفندق كان الجو ساعه، التكييف كان شغال فيه، فالجو كان ساعه في الفندق. انا في الاستاد اهو، لا الجو كويس جدا. الجو كويس جدا، يعني يبدو ان التكييفات بس هي اللي عامله الساعه، لكن هنا في الاستاد اخبار الملعب ايه؟ اخبار الجمهور اللي في الملعب ولا اروع، ومش هوا
لا الجمهور يمكن بتتكلم في حوالي 7-8 آلاف، شكل المدرجات يفرح، جمهور النادي الاهلي دايما تراهن عليه تكسب الرهان، جمهور النادي الاهلي في ظهر لاعبي النادي الاهلي دايما تكسب الرهان مع جمهور النادي الاهلي بالذات. فباذن الله النهارده يكون يوم جميل، يوم حلو، يوم كله انتصارات للنادي الاهلي، ونحصل 3 نقاط جديده تضاف الى رصيدنا باذن الله عشان نتخطى خطوه مهمه جدا في الحصول على اللقب الغالي هو اللقب الافريقي. انا بشكرك شكرا جزيلا شريف شعبان من ارض ملعب استاد السلام. كل ما يحدث ان شاء الله اول ما التشكيل يظهر الشريف تكلمنا تقول لنا عليها على طول، لكن احنا كل الكلام اللي احنا بنتكلمه من الصبح ده عن التشكيل المتوقع للنادي الاهلي في هذه المباراه. هل سيكون زي ما شريف قال لنا النهارده جيرالدو هو مفاجاه هذه المباراه؟ في قعد بعد المحاضره الفنيه حوالي 3 ساعة ريني فايلر مع جيرالدو، وايضا قعد مع علي معلول. ايه اللي هيحصل؟ مين اللي هيكون متواجد؟ فكره ايه؟ هنشوف ده طبعا بعد قليل، اول ما التشكيل الرسمي يطلع هنقوله لحضراتكم على الهواء مباشره. اتفضل يا دكتور. توقيت استقبال بقى اهداف بلاتينيوم في خلال 6 مباريات في دوري ابطال افريقيا الفتره الذهبيه، يعني النادي الاهلي يركز فيها اكتر كمان ان شاء الله. اول ربع ساعه مسجل بيدخل فيهم هدف واحد، ثاني ربع ساعه داخل فيهم 4 اهداف. اذا ان شاء الله النهارده نحاول نحسم المباراه بدري خاصه في اول نص ساعه. طيب لازم تسجل، يعني النص ساعه الاولى هي المفتاح المباراه. توقيت استقبال بلاتينيوم الاهداف، توقيت استقبال بلاتينيوم الزيمبابوي 9 اهداف خلال 6 مباريات اللي هي الرسم البياني، هنلاقي ان اول ربع ساعه هدف، ثاني ربع ساعه 4 اهداف، بعد كده برضو من الدقيقه 60 للدقيقه 75 هدفين، بعد كده اخر ربع ساعه هدف. وبالتالي هم زي ما قلنا الفتره الذهبيه لتوقيت استقبالهم للاهداف اللي هي من الدقيقه 15 للدقيقه 30. وبالتالي لازم ان شاء الله هدف مبكر يريح الاعصاب كتير ويريح المباراه للنادي الاهلي باذن الله، ويخليك ان انت تلعب مباراه ان شاء الله يكون فيها اهداف كتير باذن الله. طيب خلينا نروح للمقارنات ومقارنه ما بين جونيور اجاي و رودويل شينكتير لاعب نادي بلاتينيوم. يمكن جونيور اجاي يعتبر هنا اللي هو المهاجم المتحرك هنا والمهاجم المتحرك هنا، او اللي بيلعب تحت راس الحربه مثلا لو بدا ازاره. اجاي 23 سنه، رودويل 31 سنه. عدد المشاركات في البطوله، رودويل لعب 4 مشاركات، جونيور اجاي لعب 3. جونيور اجاي مسجل هدف واحد بس في ال3 مشاركات، لكن رودويل اللي هو رقم 10 اللي احنا قلنا عليه نخلي بالنا منه اللي هو رقم 10 اكتر اللاعبين، قلنا رقم 12 ورقم 10 ورقم 4 اللي في الدكه دايما. رقم 10 مسجل 3 اهداف في البطوله. ونيفر تيجيري اللي هو رقم 12 عامل 8 اسيست في الدوري اللي هو لعيب الارتكاز، معدل لمساته في المباراه 43.5، اجايه 39 مره. معدل محاولاته اجايه اعلى، معدل صناعه الفرص نركز قوي في الرقم ده 2.5 فرصه لفريق بلاتينيوم في المباراه الواحده اللي هو رقم 10. فاذا ده واحد من اهم اللعيبه ومفتاح لعب مهم جدا دوت اللي بينزل يسقط وبيتحول كده بلاي ميكر دايما رقم 10 اللي هو رودويل. اكتر لاعب بيصنع فرص في الفرقه ديت غير نيفر تيجيري اللي عامل رقم 12 اللي عامل اسيستات كتير في الدوري. طيب مجدي قفشه ونيفر تيجيري واحد من اهم اللاعبين المتواجدين مع فريق بلاتينيوم، مستر اسيست هنا ومستر اسيست هنا. يعني مستر اسيست بتاع النادي الاهلي محمد مجدي قفشه لعب 3 مباريات في البطوله عمل 2 اسيست. نيجي لنيفر تيجيري مسجل 3 اهداف في دوري ابطال افريقيا في 4 مشاركات وعامل 8 اسيست في الدوري، هو لسه ما صنعش ولا حاجه في دوري ابطال افريقيا. معدل لمساته للكوره في المباراه، بص بقى الفرق ما بين نيفر تيجيري وما بين محمد مجدي قفشه الضعف. محمد مجدي قفشه من اكتر اللعيبه في دوري ابطال افريقيا اللي بتلمس الكوره 103 مره، دليل ان اللعيبه بتثق فيه، هو مفتاح وحلقه الوصل للاعيب النادي الاهلي، حلقه الربط 103 مره مقابل 48.5 لنيفر تيجيري. معدل صناعته للفرص 2 فرصه لمحمد مجدي قفشه اعلى بكتير طبعا، نص الناحيه الثانيه. المحاولات على المرمى قفش عامل 3، نيفر تيجيري عامل 2. التمريرات الطوليه محمد مجدي قفش بيعمل 10.5 في الماتش الواحد، نيفر تيجيري بيعمل نص في الماتش الواحد. طيب حسين الشحات بقى وجيفي نسيالا الجناح الايمن لبلاتيني. يمكن نسيالا عنده 29 سنه لعب في البطوله دي مشاركتين بس، احرز ما احرزش ولا هدف وما صنعش حاجه ومراوغاته نص بس. لكن حسين الشحات مسجل 2 في 3 مشاركات باعتبار ان دول 64 اللي هي كانت مباراه اطلع بره مش ما بتتحسبش في ارقام البطوله في عدد الاهداف يعني. ايوه. ف
فهو مسجل هدفين وصنع هدف في الثلاث مشاركات اللي لعبهم. معدل مراوغاته الناجحه 1.5 مراوغه ناجحه، معدل محاولاته على المرمى 1. والنهارده حسين الشحات ممكن يكون نقطه مهمه جدا للنادي الاهلي باذن الله لو بدا، يعني اشمعنى؟ لان هم عندهم اصلا الحته دي نقطه ضعف كبيره قوي، يعني مثلا ماهر الحناشي في مباراه النجم الساحلي عمل منها 2 اسيست. بالمناسبه النجم الساحلي حتى هذه اللحظه الدقيقه 84 85 مغلوب من الهلال السوداني في تونس بهدف مقابل لا شيء. اتفضل. تمام. ماهر الحناشي اللي هو عندهم اللي هو بيلعب ناحيه اليمين، لما جه هنا وعمل العرضيات في ظهر الدفاع ناحيه اليمين وجه هنا وعمل عرضيات. النهارده حسين الشحات مميز بالحته دي. حسين الشحات واحد من احسن الاجنحه اللي عندها على مستوى العرضيات. اللي هو الجناح مش شرط ان هو بيدخل للعمق ويدخل جوه ال 18، لا ده كمان بيطلع على الطرف وبيعمل عرضيات كتير جدا. فحسين الشحات ممكن يكون نقطه مهمه جدا، سواء برضو لو بدانا بالشيخ في ناحيه اليمين يبقى لازم الشيخ يخش للعمق لان هو ما عندوش مثل العرضيات. طيب احمد الشيخ مميز بجوه بالدخول للعمق، فالشيخ لازم يقطع واحمد فتحي يرحل هو اللي يعمل الاوفرلاب من وراه. طيب. هاني. خلينا نروح بقى نكمل مقارناتنا ما بين عمرو السوليه وديفون تشافا لاعب بلاتيني. اللاعب الارتكاز هنا ولاعب الارتكاز هنا، تشافا 29 سنه، السوليه 30. عدد المشاركات في البطوله 4 و4، معدل صناعه الفرص الاثنين متساويين نص، معدل المحاولات في الماتش الواحد يعني كل 90 دقيقه الثاني ده اللي هو ديفون تشافا محاوله واحده على المرمى. السوليه نص. نسبه الفوز بالالتحامات السوليه اعلى 57.5 57%، معدل التمرير الطولي في المباراه السوليه 8 اما تشافا 4.5. طيب اخر رامي ربيعه ولورانس مهالانجا ليبرو هنا ويعني ليبرو هنا او قلب الدفاع هنا وقلب الدفاع هنا. طبعا الاثنين عندهم خبرات دوليه، يعني مهالانجا ده بيلعب في منتخب زيمبابوي عنده 6 مباريات دوليه، عنده 26 سنه. رامي ربيعه 26 سنه عنده 23 ماتش دولي مع منتخب مصر. معدل تشتيت الكره الاثنين متساويين. التدخلات الدفاعيه ربيعه اعلى 2، التاكلينج الصحيح ربيعه اعلى 2.5، نسبه الفوز بالالتحامات الاثنين متساويين 50%. فدي مقارنه. طيب. طبعا ما بين قلب الدفاع هنا وقلب الدفاع هنا. طيب خليني اقول لحضراتكم التشكيله الرسميه للنادي الاهلي. محمد الشناوي في حراسه المرمى، احمد فتحي وسعد، احمد فتحي ناحيه اليمين، سعد سمير وايمن اشرف، ثم علي معلول ناحيه الشمال، ديانج وعمرو السوليه اثنين في وسط الملعب، وليد سليمان، احمد الشيخ، جونيور اجايه، ثم وليد ازارو في الهجوم. اذا ده التشكيله الرسميه للنادي الاهلي في هذه المباراه. لو شريف جاهز برضو يا جماعه ياكد لنا. نعم. طيب هو معانا ولا لسه؟ طيب مرة أخرى التشكيلة الرسمية للنادي الأهلي في هذه المباراة: محمد الشناوي في حراسة المرمى، أحمد فتحي ناحية اليمين، علي معلول ناحية الشمال، أيمن أشرف وسعد سمير اثنين قلوب دفاع، ثم أليو ديانج وعمرو السولية اثنين في وسط الملعب، وثلاثي في أو رباعي بقى في خط الهجوم، وليد أزارو في الأمام، وعلى الشمال حسين الشحات و حسين الشحات احمد الشيخ واحمد الشيخ ووليد سليمان. دي التشكيله او جونيور حسين الشحات مش موجود. لا حسين الشحات مش موجود. ديانج والسولية وليد سليمان والشيخ واجايو وازارو. طيب خلينا نروح لزميلنا شريف شعبان من ارض الملعب ياكد لنا برضو التشكيله الرسميه للنادي الاهلي. اتفضل يا شريف. اسلام، يمكن مفاجاه زي ما قلت لك، طبعا جلسه جيلاردو مع فايلر كانت مؤشر انه يبقى خارج في ال 18 في لقاء اليوم. خليني اقول لك التشكيل، طبعا هيبقى في حراسه المرمى محمد الشناوي، امامه سعد سمير، ايمن اشرف، على الشمال علي معلول، على اليمين احمد فتحي، اثنين في وسط الملعب ديانج والسوليه، امامه ثلاثه او الثلاثي وليد سليمان، اجايي، احمد الشيخ، وفي خط الهجوم وليد ازارو. يمكن تشكيل كان مفاجاه لكل متابع تمرين الاهلي في الفتره الاخيره. يمكن وليد ازارو، وليد سليمان، ايمن اشرف، الو ديانج، محمد الشناوي، عمرو السوليه، سعد سمير، علي معلول، احمد فتحي، جونيور اجاي احتياطي او بدلاء النهارده فريق النادي الاهلي. طبعا علي لطفي في حراسه المرمى، محمود متولي، رامي ربيعه، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، حسام عاشور، محمد هاني. ده تشكيل النادي الأهلي. أقوله لك تاني كابتن إسلام.
زي الرسمه. الشناوي في حراسه المرمى امامه اثنين سردباكين، ايمن اشرف، سعد سمير على اليمين، احمد فتحي على الشمال، علي معلول، اثنين ديفندرين، اليو ديانج وعمرو السولية، امامه ثلاثه، وليد سليمان، اجاي، احمد الشيخ، وفي خط الهجوم وليد ازارو. ده تشكيل النادي الاهلي، يا رب باذن الله يكون موفق النهارده، يا رب باذن الله نحرز اكثر من هدف ونخلص المباراه باريحيه شديده. كل مين اللي خارج ال 18 يا شريف لو سمحت؟ اللي خارج ال 18 النهارده جيلاردو وياسر ابراهيم وطبعا شريف اكرامي. طبعا تم استدعاء مصطفى شوبير علشان خاطر يقوم بعمليه التسخين مع مدرب الحراس في فقره التسخين اللي هتكون قبل بدايه المباراه. يمكن دي حاجه فنيه، مدرب الحراس بيبقى محتاج حد اتنين معاه يشوطوا على الحارس الاساسي، دي حاجه فنيه خالصه لمدرب الحراس. كده خارج بره التشكيل شريف اكرامي، ياسر ابراهيم وجيلاردو. أنا بشكرك شكرا جزيلا شريف شعبان من أرض الملعب الحقيقة والتشكيلة الرسمية للنادي الأهلي. إيه؟ هو كونفيوزد يعني في حالة من ال، لكن ده طبيعي على فكرة طبعاً. من الممكن جدا، هو أكيد شاف فريق بلاتينيوم ستارز وأكيد عارف الكلام اللي أنت بتقوله، وبالتالي هو عايز يضغط من ناحية معينة أو بشكل معين، هو عايز يلعب ضغط عالي من الواضح كده من التشكيل. يعني أزارو وأجاي زي ما قلت حضرتك في البداية، أن أزارو وأجاي عشان تعمل ضغط عالي عليهم وهو يتحول كراس حربة تاني، وليد سليمان برضو هيبقى بيلعب 9.5 اللي هو تحت على طول أزارو عشان عايز يدخله من تحته، ما يبقاش اللي هو كراس حربة تاني يعني في بعض الأوقات ويشوط. عايز يلعب ضغط أمامي عليهم بشكل قوي. الشيخ كذلك برضو يدخل للعمق ويبقى من هنا أحمد فتحي يعمل الكرات العرضية، برضو حافظ على ثنائية السولية وديانج. دي تعتبر الماتش التالت، يعتبر تاني ولا التالت؟ ماشي التالت، التاني التاني ديانج التالت. اسماعيلي كان مصاب، ديانج كان يعني عنده المباراة التالتة على التوالي، ديانج بيدخل وطبعا عشان الثنائية تكون يعني ان شاء الله بيحافظ على الثنائية ديت. لكن هو غياب محمد مجدي قفشة، اعتقد محمد مجدي قفشة برضو كان يبقى دوره، هو اكيد ليه وجهة نظر، لكن كنت شايف ان قفشة ممكن يكون بيديك عملية الاستحواذ اكتر كمان من وليد سليمان. وليد سليمان بيبقى هو متحرك، بس ممكن يكون فايده وليد سليمان في المباراه دي ان شاء الله ان هو يقطع من خلف المهاجم دايما وبخبراته في المباريات الافريقيه. طيب. لكن قفشه كان هيديك الاستحواذ اكتر على المباراه. اخر مقارنه ما بين وليد ازارو وبيرفكت شيكويندي لاعب نادي بلاتينيوم. ده ازارو المهاجم هنا، والمهاجم بيرفكت شيكويندي اللي احنا قلنا عليه ان هو بيبقى بديل في اغلب المباريات، لكن ممكن النهارده يكون مفاجاه قدام النادي الاهلي اللي هو بيرفكت شيكويندي. دوت رقم بيلبس رقم 4، عنده 26 سنة، أزارو 24 سنة رقم 9، عدد المشاركات في البطولة، النهاردة هتبقى المشاركة الأولى لوليد أزارو كأساسي في البطولة. من هي من أول دور 32، لعب مرتين قبل كده بديل، أما شيكويندي لعب اثنين أساسي ومرة بديل، الاثنين ما أحرزوش ولا هدف حتى الآن، أما عدد الأهداف في الدوري وليد أزارو مسجل اثنين كبديل، وشيكويندي مسجل 6 أهداف في الدوري مع بلاتينيوم الزيمبابوي. تمام، اذا دي كانت اهم المقارنات واهم الاحصاءات واهم نقاط الضعف والقوه الموجوده في فريق بلاتينيوم. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد، ان شاء الله نتقابل بعد نهايه هذه المباراه. شكرا لحضرتك وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل ثلاثه من نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن فتحي نصير، النجم الكبير الكابتن ماهر همام، النجم الكبير الكابتن محمد حشيش. هنتكلم اكثر فنيا عن التشكيلة الرسمية للنادي الأهلي في هذه المباراة وفكر ريني فايلر وأيضا الطريقة اللي هيلعب بيها نادي بلاتينيوم ستارز. بعد هذا الفاصل نستقبل نجومنا الكبار.